السلام عليكم ورحمة الله. دائما مع الأعداد إلى 39. نبدأ بسم الله. لاحظوا هذه مجموعات من الأشياء. التمرين يقول اربط كل عدد بما يناسب. اربط كل عدد بما يناسب. إذا نلاحظ هنا عندنا هنا 5 و5 10، 10 ثم 10 ثم 10، 3 عشرات. وهذه كم؟ نحسب مليح. نعم 7. 5 6 7. لاحظوا أيضا هذه، انظروا 5 و5 10، هذه 10، وهذه احسبوا جيدا، لاحظوا وهذه انظروا 10 من القريصات، 10 من القريصات، وهذه الأقراص المنفردة. كم الآن مع بعض؟ إذا قلنا التمرين يقول اربط كل عدد بما يناسب. عندنا العدد 23، هو 23. نربط هذا العدد 23 بماذا؟ نبحث عن المجموعة التي فيها 23 أشياء. انظروا، قلنا هذه لا، انظروا إلى هذه، لاحظوا هنا، نعم هذه هي المجموعة فيها 3 وحدات و10، 23. إذا نربط هذه المجموعة بهذا العدد 23. انظروا لاحظوا 23، 23، 23، ونربطها أيضا بالعدد المكتوب بالحروف 23. نربطها هكذا 23. انظروا 23، 23، 23. الآن العدد الثاني، لاحظوا 37. نقرأ هنا، عفوا نبحث عن 37 ونربط المجموعة التي فيها 37. 37، قلنا هذه لا فيها 33، وهذه لا، نحسب مع بعض هنا 10 1، 10 1 تساوي 2، وعشرة أخرى 3 عشرات. إذا هنا الوحدات عندنا 5 6 7. إذا هذه هي المجموعة التي فيها 37. إذا نربطها، نربط هذه المجموعة بالعدد 37. ها هي، انظروا 37، 3 عشرات أي 30. إذا 37 نربطها بالعدد 37. إذا نربطها أيضا بالعدد 37 مكتوب بالحروف، نبحث عنه 37. إذا نربطها بهذا العدد 37. الآن بقيت هذه المجموعة أو هذا العدد، العدد نقرأ 19. نعم 19. انظروا إلى هذه المجموعة من الأقلام، انظروا هنا 10 من الأقلام، هي عندي 10 من الأقلام. انظروا الآن عندنا 5 6 7 8 9، إذا عندنا 9، 19، 19، 19، 19. إذا نربط المجموعة التي فيها 19 أشياء من الأشياء، نربطها بالعدد 19، ثم نربط العدد 19 بالأرقام بالعدد
19 بالحروف، نبحث عنه هنا 17، ها هو 19. إذا نربط هذا العدد 19 في العدد هذا بالحروف. إذا انظروا، عندنا قلنا هنايا 37، ربطنا بالعدد 37 ثم 37. الآن الثانية قلنا فيها 29، عفوا 19، هنا كاين 10 وهنا 9، إذا 19. إذا ربطنا العدد من الأشياء 19 بالعدد المكتوب 19 ثم بالعدد بالحروف 19. الآن المجموعة هذه فيها 23، انظروا 10 و10 20، وهذه 3 23. إذا ربطنا هذه 23 بالرقم 23 ثم ربطنا بالعدد بالحروف 23. انتهى، وإلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.